بسم الله الرحمن الرحيم. شركة المحيط للسياحة في آسيا، نحن في فندق أوزو في مدينة كاندي. نصور غرفة عادية من نوع سليب. هذه أقل نوع من الغرف لديهم، ويطل على الجبل. لا يمكن إضافة سرير إضافي في هذه الغرفة لأنها ضيقة. هذه هي الغرفة كما تشاهدون هنا. هذا الحمام، غرفة من نوع سليب في فندق أوزو، تصوير شركة المحيط للسياحة في آسيا. وهذا الشطاف، وهذا الدش. تحيات شركة المحيط للسياحة في آسيا.